تدخل الفعال لقوات الشرطة مكن من حجز أو توقيف مركبة، وبعد تفتيشها عثر على أزيد من 5000 قرص من المخدر الصلب المعروف باسم الإكستازي، وكذلك 14000 من البريغابالين 300 ميلي غرام ذو الخصائص المخدرة. بعد التفتيش القانوني لمنازل المشتبه فيهما عثر على وصفات طبية فارغة وختم كذلك طبي ومبالغ مالية من العملة الوطنية والعملة الصعبة. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.